هوهو علينا، في البيت عم يحترق. لك وين الحريق ولك زينة؟ وين؟ لك ما في لا حريق ولا شيء، بس أنا قلت هيك مشان تفيق معي. قديش الساعة؟ يعني قديش راح تكون؟ تنتين. لك أنتي ليش بعدك فايقة لهلا؟ نامي شو هالإزعاج؟ قلي كيف بدي نام لشوف؟ الساعة 2:30 الصبح وصهرك لهلا ما رجع، كيف رح يجيني نوم؟ وليش؟ ناطرة صهرك يغني لك قبل ما تنامي؟ شو بدك منه؟ تركيهم بحالهم ونامي بقى. ليك على هالحكي، هدول مالهم كم يوم متزوجين، صارت الساعة 2:00 وصهرك مانو هون، وانت بسابع نومة ولا على بالك. ها ها في حركة. أكيد رجع على البيت، وأخيرا رجع صهرنا. رح أطلع وبطريقي بعبي كاسة مي. إياد حياتي وينك لهلأ؟ قلقت عليك، لوين راحت؟ خوفتني. إياد خير؟ شبك؟ شو الموضوع؟ والله بلشت تخوفني. إيديك كتير باردين، قلي وين كنت؟ لك أنت مع مين كنت؟ يلا قول. ما في بحياتي غيرك أنتي، أنتي الحقيقة الوحيدة بحياتي. توعديني أنك ما رح تتركيني بحياتك لو شو ما صار؟ صورة مين هاي؟ إياد ليش صورة محمد بيك معك؟ محمد بيك طلع أبي. أنا ما فهمت. بس هو ما كان بده يعني. بس ما عم بفهم، هو ليش تركني وما كان بده يعني؟ كيف وقت قدر إنه يتركني بلا أب؟ فيك تفسري لي هاد الشي؟ إياد لا تضايق حالك هيك. أنا صغير ما كنت أفهم، الشخص اللي فكرته أبي كان يطلع فيني بطريقة غريبة، وكأنه عم بيقول لي أنت شو عم تعمل معنا هون؟ وهلأ فهمت ليش. صالح فيق، فيق صالح، صالح فيق قوم اسمع، مشان الله قوم يا صالح. لك اتركيني اعرف نام، مو معقول خلاص. اخ اخ عم يبكي فوق. مين هذا اللي عم يبكي؟ صهرنا اياد عم يبكي والمسكين عم يشهق من كل قلبه. اسمعيني، ليكون صهرنا بلش يزعل البنت من اول يومين. ها عم قلك عم يبكي. هو عم يبكي؟ في شي عم يصير بين هالاثنين ولازم نعرف شو هو بأسرع وقت. تعرفي أحسن شي كمل نومتي.